نسوية التربيع وتلاتة زائد واحد وهطلع البعد بتاع القطر طلع كام؟ أربعة جذر اتنين. هطبق قانون البعد التاني وهلاقي ده هيطلع ستة جذر اتنين وحدة طول. لاحظت هنا القطران مش قد بعض، بما أن القطران غير متساويان يبقى إذا الشكل إيه؟ معين. يبقى أنا كده مجبرة إن أنا أجيب الأربع أضلاع وأقول إن أنا شايفاهم متساويين، لكن ولا أقول مربع ولا أقول معين، أجيب القطرين. جبت القطرين لقيتهم مختلفين يبقى إذا الشكل معين. نيجي بقى لمساحة المعين. إيه هي مساحة المعين؟ نص حاصل ضرب القطرين. يبقى هقول نص في 4 جذر 2 في 6 جذر 2 يبقى 24 وحدة مربعة. يبقى 24 وحدة مربعة.